هلو ناين جريدرز، اليوم درسنا عن الكارديوك سايكل او الفيزز اوف ذا هارت بيت، يعني شو هي مراحل الهارت بيت او الكارديوك سايكل، يعني لما يكون عندنا دقه للقلب هالدقه شو بتتالف، كيف الدم او هاو ذا بلاد از ترانسبورتد ان ذا تشامبرز اوف ذا هارت. مثل ما شايفين بهالفيديو الصغير عم نشوف كيف هالدم عم ينتقل من aspires او الهارت aspires blood من برا عبر الفينا كافا او عبر البالموناري فينز، عم بفوت الهارت للقلب الشامبرز الفور تشامبرز اللي عندي اللي هن تو اتريا وتو فنتريكلز، وبعدين كيف عم يطلع اما عبر الاورتا او البالموناري ترونك. فاذا بهيدا هو درسنا اليوم، بدنا ندرس كيف هالدم عم ينتقل عبر هول التشامبرز. سو حنبلش بالفيزز، وهلا حتشوفوها انه شغله كتير هينه، مانا صعبه ابدا، ووقتها بتقدروا تفهموا كيف الدم عم ينتقل. بنبلش باول فيز، هيدي هي الستارت او اول فيز، وطبعا انا حطيتها at the beginning و at the end، اذا هول الاثنين هن فيز وحده. اول فيز اسمها جنرال دايستولي. لما نقول كلمه دايستولي يعني ريلاكسيشن، يعني المسلز of the two atria and the two ventricles are relaxed. إذن أول وحدة الفكرة لما نقول diastole معناتها relaxation، ورح يمرق معنا كلمة systole معناتها contraction. وطبعا نحن بنعرف إنه القلب كله بيتألف من مسل اسمه الميوكارديوم. فإذا هول المسلز أو المسلز of the two أتريا، كلمة أتريا هي جمع أتريوم، أوكي؟ حنكتبها كمان. So أتريا هي plural لأتريوم اللي هو بهالطريقة، هو singular أتريوم، plural بتكون أتريا، أوكي؟ So عندي المسلز، عندي two muscles of the two atria وعندي muscles of two ventricles. أول مرحلة اسمها الجنرال دايستولي اللي هي وقت ما المسلز of the two atria and the two ventricles are relaxed، مرتاحين ما عاملين contraction. فإذا بيكون وقت الهارت is aspiring blood from outside to inside، يعني عم يجي الدم عليه من برا لجوا. من وين؟ من برا. إذا كنا عم نحكي بالليفت هارت عم يجي من الفور بالموناري فينز، أما إذا كنا عم نحكي بالرايت هارت عم يجي من الفيني كافي، إن كان سوبيريور أو كان انفيريور. ببداية الجنرال دايستولي بيكون الميترال أو البايكاسبيد فالف والترايكاسبيد فالف مسكرين كلوزد، وطبعا السيجمويد أو السيميلونر فالفز، أو مثل ما حكينا خليني أرجع أذكركم الفالف at the base of the aorta اللي هي منسميه aortic valve، و at the base of the pulmonary trunk منسميه pulmonary valve. نفس الشيء او فينا نقول سيجمويد او سيميلونار فالفز، هول بيكونوا على الاكيد مسكرين بكل مرحله الجنرال دايستولي، ان كان at the beginning وان كان at the end of general دايستولي. المهم ببدايته للجنرال دايستولي الدم بيكون عم يتعبى بالتو اتريا، على ضغط الدم بيفتح المترال والتراي كاسبيد فالف، فبصير الدم كمان is filling the ventricles، عم بعبي الventricle. فإذا بهالمرحلة بيكون the blood is filling the heart، التو أتريا والتو ventricles المترال والترايكاسبيد valve are opened while sigmoid valves are closed. هيدي المرحلة اسمها general diastole. تاني مرحلة بعد ما الهارت اتعبى is filled with blood، بتيجي مرحلة اسمها الاتريال سيستولي اللي هي التو اتريا بيعملوا contraction، the muscles of the two atria contracted أو contracts pushing or kicking the blood from the two atria
to two ventricles. مدام الدم عم ينزل من التو أتريا للتو ventricles بيكون الميترال فالف والترايكاسبيد فالف are opened while السيجمويد فالفز are still closed. So this stage it's called arterial systole where the muscles of the two arteria contracts kicking or pushing the blood from arteria to ventricles through opened mitral valve and tricuspid valve. So هيدي المرحلة منسميها arterial systole. إذن تاني مرحلة اسمها الأتريال سيستولي. تالت مرحلة اللي هي الفنتريكيولار سيستولي. بالفنتريكيولار سيستولي أنا حطيت لكم at the beginning of the ventricular systole و at the end of the ventricular systole. At the beginning of the ventricular systole الدم بعد ما نزل من التو أتريا وين اتجمع؟ بالتو ventricles. At the beginning of the ventricular systole منشوف إنه الميترال فالف والتريكاسبيد فالف are closed بيتسكروا. بعدين المسلز عضلات التو ventricles contracts pushing the blood from ventricles to outside the heart ان كان بالleft to the aorta وان كان بالright to the pulmonary trunk eventually to pulmonary arteries. So هيدي المرحلة اسمها ventricular systole. هيدي الventricular systole at the beginning of the ventricular systole منشوف انه الميترال فالف والترايكاسبيد فالف are closed في حين انه الدم is filling the ventricles. At the end of ventricular systole منشوف انه السيجمويد valves are opened where the blood is pushed from the ventricles to اما الاورتا in the left heart or the pulmonary tract in the right heart. فإذا هون طبعا ننسى هيدا منسميه الventricular systole. Okay, that it is. So هيدي المرحلة اسمها ventricular systole. فمنشوف إذا عندي three phases للheart اللي هي أو للheart beat. بهالطريقة بيمشي الدم خلال دقة القلب. أول شيء general diastole بيكون المسلز of the two arteria and the two ventricles are relaxed. المترال والتريكاسبيد فالفز are opened في حين السيميلونر فالفز are closed. The blood is filling the heart. تاني مرحلة الأتريال سيستولي بيكون المسلز of the two arteria contracts pushing the blood from two arteria to two ventricles عبر opened mitral and tricuspid valve semilunar valve are still closed. آخر مرحلة الventricular systole اللي هي بيكون the blood is pushing from the ventricles من خلال ضغط الventricles لما يعملوا contraction. So the muscles of the ventricle contracts pushing the blood to outside the heart إما to aorta بالleft heart and to pulmonary heart in the pulmonary vein pulmonary trunk in the right heart طبعا عبر الopen sigmoid valve في حين الميترال valve والتريكاسبيد valve بيكونوا مسكرين. طيب لنشوف شو الديوريشن او قديش الوقت لإلهم. منلاحظ انه الديوريشن للجنرال دايستولي بتساوي الديوريشن للأتريال سيستولي زائد الديوريشن للفنتريكولار سيستولي. فمنلاحظ الديوريشن للجنرال دايستولي 0.4 سكند في حين الأتريال سيستولي 0.1 سكند أما الفنتريكولار سيستولي 0.3 سكند. فمنلاحظ أنه الجنرال دايستولي يعني وقت ما يكون الهارت عامل ريلاكسيشن والمسلز of the two atria and the two ventricles are relaxed الديوريشن لإلهم بتكون قد الديوريشن لما المسلز of the atria and the ventricles contracts. كرمال هيك منقول انه the heart contracts
أو works as much as it relax أو as much as it rest. لأنه ال contraction ال duration لإلها 0.1 plus 0.3 0.4 second equal to the duration of general diastole 0.4 second. هلا بدنا نيجي على ذكر تكنيك مهم اسمه electrocardiogram أو electrocardiography، وهو ببين فيه عبارة عن جراف بنسميه electrocardiograph. هيدي الآلة أو هيدا الأباراتوس بفرجين الإلكتريكال أكتيفيتي of the heart during the heartbeat. هيدي الأباراتوس اسمه electrocardiography أو electrocardiogram، خلينا نكتبها electrocardiogram أو electrocardiography. اختصار ECG أو EKG، وطبعا هيدا الستريت أو بالأحرى الكيرف اللي منشوفه أو الجراف اسمه electrocardiograph. electrocardiograph. هلأ بدنا نشوف كيف منقدر نتعرف على الفيزز للهارت من خلالهم أو phases of the heartbeat من خلال هالإلكتروكارديوغرافي. أول phase اللي هي بس ال P هيدي منسميها الأتريال سيستولي، وبيكون الديوريشن لإلى 0.1. فإذا هيدي أتريال سيستولي okay. والديوريشن 0.1 that it is okay. أما QR S T هيدي كلياتها اللي هي ventricular systole والديوريشن لإلها 0.3. إذن this is ventricular systole والديوريشن 0.3. آخر واحدة اللي هي الستريت لاين، اللي هي الستريت لاين اليو بنسميها أو الستريت لاين اللي هي الريكتلينير سيجمنت الافتر T، هيدي كلها بنسميها الجنرال دايستولي والديوريشن لإلها 0.4. So this is general diastole. فإذا حتى نحط الديوريشن general diastole 0.4 second، الventricular systole 0.3 second، أما الأتريال systole 0.1 second.